تحت شعار المشاركة السياسية للنساء رافعة أساسية للتنمية، نظم مركز المستقبل للثقافة والتنمية ببوجدور الملتقى السادس للمرأة، ملتقى ينظم بدعم من صندوقي الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بشراكة مع جمعية الشعلة للتربية والثقافة وبتنسيق مع المجلس الإقليمي لبوجدور واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء ومنتدى الساقية الحمراء وادي الذهب للديمقراطية والتنمية. يتابع عن التلفزة بريغين العروسي محمد شرع. هو الملتقى السادس للمرأة ببوجدور الذي ينظمه مركز المستقبل للثقافة والتنمية بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وبشراكة مع عمالة إقليم بوجدور وجمعية الشعلة للتربية والثقافة في إطار الجهود الرامية إلى تمكين النساء من تقنيات التواصل وكيفية كسب التأييد والمرافعة والرفع من نسبة مشاركة النساء في المحطات الانتخابية المقبلة لتكون المرأة حاضرة بكثافة تصويتا وترشيحا. هو هذا الصندوق تخلق من أجل دعم قدرات النساء، من دعم قدرات النساء من أجل ترشيحهم في الانتخابات الاستحقاقية، ومن أجل أنهم يكونوا أصبحوا نساء صانعات القرار في مراكز القرار. بما للمرأة الصحراوية على الخصوص من مكانة، وبالتالي مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبح واجبا على هذه الأخيرة لما له من دور في تنمية المجتمع باعتبار الفرد قاطرة أساسية لتنمية المجتمع. الملتقي سطر مجموعة أهداف ومن بينها تمكين النساء من تقنيات التواصل وتعبئة الفاعلين المحليين والإعلام المحلي، والهدف المساهمة في التمكين السياسي للنساء وإشراكهن الفعلي في مسلسل اتخاذ القرار باعتبار المرأة رقما مهما في المعادلة المجتمعية والدينامية التنموية بالإقليم. كذلك تستهدف من تعبئة النساء للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة ترشيحا وتصويتا، كذلك تتضمن ورشة تواصلية في التعبئة والترافع وحش التأييد، ثم كذلك لقاءات تواصلية لمجموعة من المنتخبات في مختلف المجالس مع الفئة المستهدفة من هذا المشروع، كذلك عندنا حملات تحسيسية في الشهر المقبل للتحسيس بأهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية، أصدرنا دليل المشاركة السياسية للنساء كبادرة من مدينة بوجدور. في مدينة بوجدور في إقليم بوجدور، واللي سادي يمكن من رفع قدرات النساء في مجالات المشاركة السياسية، والذي سيكون فرصة أيضا لفتح النقاش العمومي حول هذه القضية وتفعيل هذه الخطوة السادسة بالنسبة لمركز المستقبل، ولكن هي خطوة بين خطوات في استراتيجية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة. ملتقى المرأة في طبعته السادسة المنظم تحت شعار المشاركة السياسية للنساء ببوجدور رافعة أساسية للتنمية يشكل محطة لتحسيس المواطنين والمواطنات برهانات تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة وتشجيع مشاركتهن السياسية والرفع من نسبة مشاركتهن في الاستحقاقات، هذا بالإضافة إلى تقوية القدرات التمثيلية وتأطير المستفيدات من خلال ورشة تكوينية ولقاءات تواصلية مع فاعلات ومنتخبات نسائية وحملات تحسيسية في مختلف أرجاء المدينة على مدى شهر كامل.